لا خايف اني اني كنت اشرب وشغل السياره بالليل بال 11 بال 11 ونص اطعمل بيها صديقي اجي على البيت، بس شنو افوت بالافرع يعني ما اجي امشي بالشارع بالافرع يمين يسار الا حاليا ما اصل البيت، منو بصل البيت اللي في راسي وانا. تهريب عبر السيارات، تهريب كان هذا 50 و60 ألف، هسه حقه 6000 دينار، كان ب 60 و70 ألف ينباع. اللتر كان ب 90 و100 وبورقه 100 دولار، هسه لا 15 ألف اللتر، رجع سعره طبيعي اللي قديم قبل داعش. بس وقت الداعش كان تهريب وخطر وخوف، كان يجيبون غالي.